من رحمة ربنا بينا أنعم علينا بنبينا في ربنا على الرحمة يأسس فينا يبنينا من رحمة ربنا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبنكمل معاكم سيرة الرحمة. بعد ما سيدنا النبي قرر أنه يخرج بره مكة من أجل الدعوة، اتجه للطائف، والطائف تعتبر مكان استراتيجي لكبار أهل مكة، وكأنها مصيف ليهم لأن جوها معتدل وطبيعتها جميلة. خرج النبي متجه للطائف وكان معاه غلامه زيد بن حارثة، وكان بيرافق سيدنا النبي في سفره ويساعده. بدأ سيدنا النبي بدعوة كبار القوم في الطائف، لأنهم لو اقتنعوا بالإسلام هيبقى الباقيين هيقتنعوا بسهولة. عرض عليهم الإسلام لكن كان ردهم قاسي جدا، وخلوا الصبيان والسفهاء يمشوا ورا سيدنا النبي ويقذفوا عليه الحجارة لحد ما سال الدم الشريف من قدميه الشريفتين. وحزن سيدنا النبي حزن شديد وقعد يستريح، ودعا ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء المعروف: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. وقتها نزل سيدنا جبريل وكأنه بيرد عليه: والله لقد سمع الله قول قومك لك، وأرسل لك ملك الجبال تأمره بما شئت. فنادى ملك الجبال وسلم عليه وقال له: يا محمد، لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين. يعني إيه الأخشبين؟ الجبلين الكبيرين اللي كانوا موجودين. فرد عليه نبي الرحمة وقال له: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فسيدنا النبي عاملهم بالرحمة ومرضيش ليهم الأذى والهلاك، لأنه نبي الرحمة وكان رحمة للعالمين. ارتاح سيدنا النبي في بستان يملكه اتنين اسمهم عتبة وشيبة، وربنا جعل قلوبهم في اللحظة دي ترق لحال سيدنا النبي، فبعتوا غلام صغير كان بيعمل عندهم اسمه عداس، ومعه طبق فيه عنب، وقدموا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قبله وسمى عليه وكل. فقال عداس: والله إن أهل البلد هنا لا يقولوا مثل هذا الكلام، يعني التسمية على الأكل. فسأله النبي: من أي بلد أنت وما هو دينك؟ فرد: أنا من نينوى وأنا نصراني. تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى، ويقصد سيدنا يونس عليه السلام. فاستغرب الغلام وقال: وما يدريك؟ فرد عليه سيدنا النبي: هو أخي، أنا نبي وهو نبي. فقبل عداس يد النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه وأسلم، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيجبر خاطر سيدنا النبي. وكان في رحلة الطائف معاني كتيرة، منها إن سيدنا النبي كان حريص إنه يخرج بالدعوة من مكة لمكان جديد وناس جديدة، وحرصه واجتهاده على تبليغ رسالة ربنا،
وإصراره أن الناس تخرج من الظلمات إلى النور مهما واجه منهم، وكمان أخلاقه ورحمته في العفو والصفح، وأمل وثقته في أن في ناس تانية هتصدقه وتؤمن برسالته. بيوجهنا صلى الله عليه وسلم لا نلجأ إلا لله. وبعد كده حصلت رحلة الإسراء والمعراج اللي كان فيها تثبيت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنفهم كل يوم معنا، حنفهم كل يوم معنا، لأصل الرحمة يجمعنا. حنفهم كل يوم معنا، لأصل الرحمة يجمعنا، ونتعلم أرحم في أفرحنا وأوجعنا، وناخد درس من سيدنا، ونتباهى بسيدنا، وناخد درس من سيدنا، ونتباهى بسيدنا، إن إحنا من أمته اللي بسبب رحمته درسنا من سنته كنوز من رحمة حتفه.